أنا يعقوب الرزبي عضو لجنة بطن الهواء، أحد المتضررين بالإخلاء من بطن الهواء في بطن الهواء. طبعا إحنا عملنا الخيمة هاي زي عملية تضامن مع السكان، اللي هي عملية إنهم اليوم عمالهم أعطوا أوامر إخلاء نهائية لعائلة الشويكي وعائلة دويك وعائلة الرجبي. فإحنا اليوم عاملين هاي الخيمة لاستقبال المتضامنين الأجانب، مستقبل الناس احتجاج على الهجم الشرسي أو على إخلاء السكان الموجودين في منطقة بطن الهوا. وهذه الخيمة بنرحب في جميع مين بده يجي حب إنه يقعد فيها، اللي إحنا نعزز صمود الأهالي الموجودين هون اللي ساكنين في هذا الحي. وهذه الشغلة يعني بتعطي إيحاء إنه إحنا قاعدين في الأرض هاي، مش رح نطلع إلا جثث هامدة إن شاء الله. طبعا تم بناء في حي بطن الهوى خيمة اعتصام من أجل الرد على قرارات التعسفية اللي بتتم حول العائلات الفلسطينية، اللي هو تسلمناهم بآخر ملفات اللي تعود ملكيتها لشويكي وعودة ودويك. اليوم هذه الخيمة بيتم فيها استقبال من أراد أو يريد أن يؤازرنا، أن يدعمنا، يدعم الأهالي هاي. بتمنى من الجميع يكون له دور فعال، إن كان من سلوان أو غير سلوان، اللي إنه من أجل تعزيز صمود الأهالي هدول اللي بده يتم إخلاءهم من بيوتهم. يوم الجمعة يكون عندنا صلاة في الخيمة هاي، وطبعا رايحين نستقبل أي إن كان ممكن اللي إنه يكون له دور في مساندة هذه العائلات، رايحين نستقبله ورايحين يكون الأهالي موجودة والأقارب موجودين، اللي إنه نعزز صمودنا.